بسم الله الرحمن الرحيم. حضور الكريم، أهلا وسهلا بكم في هذا المؤتمر الصحفي بعد اجتماع مجلس الوزراء الاحتيادي لهذا اليوم. نبدأ بالأسئلة اللي هي راح تكون حول المواضيع المهمة، سواء متعلقة بالقرارات أو بالقضايا التي تثار على مستوى الرأي العام. السؤال الأول. بدر الركابي من قناة التغيير الفضائية. دورة الرئيس، علمنا بأنكم اليوم أعلنتم عن مقررات وقرارات ضمن جلسة اليوم تهم الشعب العراقي، وتحدث عن قرارين أو فقرتين الخاصتين بزيادة رواتب المتقاعدين ب 100,000 دينار لمن يتقاضون راتب 1,000,000 أو أقل من ذلك، بالإضافة أيضا إلى مخصصات مقطوعة بنسبة 50% للدرجات الثامنة والتاسعة والعاشرة. إذا ممكن دولتك تتحدث لنا تفاصيل أكثر حول هذه القرارات، ومتى سيتم المباشرة بتنفيذها، وماذا ستليها أيضا من قرارات أخرى. شكرا جزيلا. طبعا هذا اليوم واحد من القرارات المهمة اللي اتخذها مجلس الوزراء. السيدات والسادة أعضاء مجلس الوزراء مشكورين، تفهموا حجم المعاناة الكبيرة للفئة محدودة الدخل من صغار الموظفين والمتقاعدين. هذا الملف الذي استمر طويلا في طور المناشدات والطلبات والتظاهرات، وكلها يعني مطالب مشروعة. الحديث كان منذ فترة على توحيد سلم الرواتب وكيفية تنفيذ هذا القرار، ودائما ما تسأل الحكومة ما هي الإجراءات، يسأل الأخوة والأخوات في مجلس النواب من باب الشفافية والوضوح. هناك لجنة شكلت لهذا الغرض وعدت دراسة مفصلة، لكن خلاصة هذا العمل، عمل اللجنة، انتهينا أمام إشكالات قانونية حتى نذهب إلى توحيد سلم الرواتب بين موظفي الدولة العراقية. لازم نلغي 34 نوع من المخصصات التي سبق وأن أقرت بموجب قوانين. هذه كلها مخصصات، وهذه كلها حقوق مكتسبة، يعني حتى نروح للتوحيد لازم نلغي هذه المخصصات. وسبق وأن حاولت الحكومات السابقة لكن جوبهت برفض شديد. نفس الوقت ليس من المنصف أن نتفرج على الدرجات الدنيا في سلم الرواتب. اليوم نتحدث عن الدرجة العاشرة 170,000 الراتب الاسمي، مع مخصصاته يمكن مع الزوجية والشهادة يجوز ما يتجاوز 250,000. هذه 250,000 المن ينطيها في هذه الظروف المعيشية، في ارتفاع ظروف المعيشة ووضع الخدماتي والأمور الحياتية المختلف. اليوم احنا راتب شبكة أو الإعانة النقدية لشبكة الحماية الاجتماعية صار الحد الأدنى تجاوز 350 إلى 350. فماكو إنصاف بصراحة، وهؤلاء أعداد موجودين، أعدادهم درجة الثامنة 61,319 في دوائر التمويل المركزي وكذلك الذاتي. الدرجة التاسعة 31,554. الدرجة العاشرة 106,201، يعني المجموع 199,074 موظف في الدرجات الثامنة والتاسعة والعاشرة. لذلك اليوم قرار الأول لمجلس الوزراء هو صرف مخصصات بمقطوعة بنسبة 50%
من الراتب الاسمي لهذه الفئات. لحين ما نذهب إلى قانون جديد للرواتب ودراسة دقيقة منصفة لتعديل سلم رواتب عادل ومنصف لكل موظفي الدولة. الفئة الأخرى اللي أيضاً تصنف من ضمن الفئات الضعيفة والمحدودة الدخل واللي تأثرت أيضاً بهذا الوضع المعيشي طيلة سنوات، فئة المتقاعدين. عدة متقاعدين جوا 400,000 سمعتهم متقاعدي قبل 2003، وعندنا الورثة المتقاعدة، هذه الفئة الغير منظورة المنسية من كل القرارات والقوانين طيلة الفترة الماضية. اليوم السيد وزير الداخلية يتحدث منتسب في الوزارة شرطي يتوفى، الشهيد راتبه يختلف، يأخذ راتب عائلته تأخذ 350,000 في هذه الظروف، والورثة بهذا الراتب. الدراسة اللي أعدت أيضا شكلنا لجنة مختصة في هذا الأمر، أحصت الأعداد اللي موجودة على مستوى نسميه الإضبار الأصيل يعني المتقاعد الموجود والقيد اللي هم الورثة، فأعدادهم حدود 1,400,000 رقم الدقيق عندي بحدود 1,400,000. القرار اليوم صرف مخصصات معيشية 100,000 دينار للمتقاعد اللي موجود طبعا شهرية، ولورثة المتقاعد يعني الأيتام اليوم 4, 3, 5, 6 كل واحد يأخذ 100,000 حتى تساعده في وضع المعيش. طبعا هذه هو أصل الراتب التقاعدي، حصة الوريث تتوقف بعد بلغة سن الرشد يعني مو مستمرة، ولا بإمكانه أنه يقدر يأخذ راتب آخر من جهة ويجمع بين الراتبين. تعرفوا هذه يعني احنا التدقيق اللي عندنا في شبكة الحماية الاجتماعية، إذا عندك حصة 30,000 من راتب تقاعدي تقطع عنك الإعانة، فهؤلاء محرومين حتى من هذا الإعانة النقدية، ودائما يفضل حصته في الراتب التقاعدي على الإعانة الاجتماعية. ليش؟ يقول لك هاي ثابتة وجزء من الراتب التقاعدي وفتح حالة نفسية، بس هي ما تكفي لتغطية متطلباتها المعيشية. فدائما هذه هي في حالة من العوز والفقر والافتقار لكل شيء على مستوى السكن والصحة والغذاء وحتى التعليم. حتى يبلغ سن الرشد يكون يكمل دراسته، تشوفه يضطر أنه لأنه هذا الراتب الجزء البسيط ما يكفي إله ولعائلته وإخوانه، يعوف الدراسة ويروح يشتغل حتى يغطي متطلبات معيشة العائلة. هذه الفئة لم تشمل سابقا بأي قرار بأي قانون، القرارات السابقة تنطي لي الراتب يعني إذا أريد نطي 100,000، 100,000 تقسم على أفراد العائلة الورثة كل واحد يحصل له 20,000 حصته، 20,000 في هذه الظروف. فاليوم هذا واحد من القرارات المهمة التي تتسق مع توجه الحكومة في مكافحة الفقر ومعالجته وتوجيه الدعم المادي نحو الفئات المستحقة. احنا دائما نعطي دعم كل الحكومات والدولة بمختلف البرامج، لكن للأسف مو دعم موجه للفئات الفقيرة المستحقة اللي تواجه الظروف المعيشية الصعبة. السلام عليكم دولة الرئيس. عليكم السلام. ياسر عامر من العراقية الإخبارية شبكة الإعلام العراقي. دولة الرئيس، عام تقريبا مر على التكليف، حققت الحكومة ضمن منهاجها الوزاري تطورا وحققت ما حققت في ملف مكافحة الفساد والخدمات العامة ومكافحة الفقر والبطالة وغيرها، وأيضا مضت قدما في قضية إجراءات سعر صرف الدينار أمام الدولار.
هل هناك إجراءات جديدة بهذا الملف، ملف سعر الصرف؟ هل هناك إجراءات جديدة تطلعنا عليها؟ شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. يوم 27/10 وذكرى مرور عام على تشكيل هذه الحكومة مباشرة مهام أعمالها، سوف تكون هناك عدة فعاليات في مقدمتها أنه أنا تقدمت بطلب للحضور في مجلس النواب لاستعراض المنهاج الوزاري وما تحقق في هذا المنهاج ونسب الإنجاز، وأيضا وين تأخرنا. ليس من العيب أن نبين مواطن الخلل والضعف في المنهاج الوزاري، لكن بالمجمل نستطيع القول وبكل ثقة أن الحكومة في عامها الأول قطعت شوط كبير في تنفيذ أولوياتها الخمسة، وسوف نستعرض هذه الإنجازات والخطوات الأساسية التي تمهد لإنجازات أكبر وأوسع، بالتحديد المشاريع. نتكلم عن مشاريع تم وضع حجر الأساس أو باشرنا فيها سوف ترى النور إن شاء الله في العام القادم وفي أقرب وقت. إذن الحديث عن ما أنجز سوف يكون استعراض علمي دقيق بعيداً عن الإنجازات الوهمية أو الخطاب الإنشائي. سوف نذكر بالأرقام في كل مفصل، في كل قطاع، في كل ملف. وبالتأكيد دوركم كصحافة وإعلام في التقصي عن هذه الإنجازات وهذه الخطوات من حقكم، وكل الوزارات مدعوة للتعاون مع وسائل الإعلام لتبيان هذه المنجزات. طبعا هناك مشاكل، واحدة منها اللي هي تتعلق بالإصلاحات في القطاع المصرفي، أنا أسميها الإصلاحات في القطاع المصرفي والنقدي والمالي. سعر الدولار هذا سعر المضاربين، هذا سعر الجهات اللي ترفض الذهاب إلى السعر الرسمي، ولا أنت جنابك روح لهذا اللي يدور على الدولار الموازي أو من المضاربين، سئله قلت دولار رسمي تعال أنا أعطيك 1320 من المصارف الحكومية والأهلية. هذه مسيرة تحتاج جملة من الإجراءات، وإحنا مستمرين بالعمل سواء كان ما يتعلق بإجراءات داخل البنك المركزي الذي نحافظ على استقلاليته، لكن إحنا داعمين له. يعني الإجراءات اللي تتعلق بهذا القطاع مطلوبة من الدولة في كل مؤسساتها. اليوم بدون وجود إجراءات جمركية ضريبية واضحة، بدون سيطرة وتنظيم للمنافذ الحدودية، بدون وجود سياسة تجارية واضحة لما هي السلع والمنتجات المستوردة، لا يمكن أن تكون هناك سياسة نقدية ناجحة. هذه حزمة متكاملة. حتى الدفع الإلكتروني هذا جزء من المعالجة اللي يقضي على عملية التداول الكاش، هذه كلها نشتغل عليها بملفات ولجان تخصصية وأيضا إجراءات أخرى. اليوم احنا كحكومة مع البنك المركزي ندعم مجموعة من مهمة من المصارف العراقية بالقطاع الخاص المحلي التي نتوسم فيها النجاح في عملها وتكون مساعد لتنفيذ خطط الدولة. سلسلة اجتماعات عقدناها معهم وسوف يكونون جزء مهم من الحل اللي يعالج هذه المشاكل، وبصراحة لدينا ثقة كبيرة بهم وبوطنيتهم، لأنه هذه الأزمة فرزت لنا مجموعة من المضاربين ومن تجار الأزمات على مستوى بعض المصارف الأهلية ونسبة من الشركات الصيرفة وبعض التجار اللي تخلوا عن تجارتهم وبدأوا تحولوا إلى تجار عملة. يعني التحويل هذا اللي ياخذه بالشكل الرسمي
يأخذ يتلاعب به ويبدي بإجراءات مضاربة مع سياسات وإجراءات الحكومة. احنا والبنك المركزي في عدة ملفات ايضا هناك إجراءات قانونية وردع للمضاربين. لله الحمد أجهزتنا الأمنية الآن شكلت فرق ولجان مختصة وصلت إلى حد التشكيلات الإدارية في كل جهاز مختصة بتعقب هؤلاء المضاربين، لأن هذا الضرر اللي يحصل هو تخريب بالاقتصاد الوطني، تخريب متعمد، وبالتالي نواجهه بعقوبات رادعة. ما أخفيكم عندنا إشكالات تتعلق بالقانون وبمحاسبة المضاربين، يعني مجموعة من المضاربين اللي الوجبة الأولى اللي تم إلقاء القبض عليهم، القضاء يحكم بالأسانيد القانونية المتوفرة عنده، صارت مصادرة للأموال اللي تم ضبطها معهم، لكن فترات السجن أو الأحكام اللي تتعلق بالسجن كانت وفق السياقات القانونية اللي موجودة، يعني يراد تعديلات للقوانين حتى تكون العقوبة أشد. احنا بلد يحكم القانون، مو ما عندنا سلطات ما قبل 2003، تتذكرون النظام البائد كيف يتعامل مع التجار العملة بهذه بأساليب خارجة عن نطاق القانون. ملتزمين بإجراءاتنا القانونية، وأيضا هناك يمكن أنا تحدثت في بداية الأزمة قلت ممكن الحكومة تكون تاجر أيضا وتنزل للسوق عندما يتم التلاعب بأسعار المواد وتأثر على المواطنين، وهذا خيار موجود عندنا. لله الحمد نتابع كل الأسعار، المواد الغذائية ثابتة ما فيها تغيير، كثير من السلع مؤشرات وزارة التخطيط، حتى نسبة التضخم يمكن هي نسبة المثالية على مستوى العالم 3.5. فعندنا إجراءات ندخل على بعض الحاجات والمستلزمات اللي يحتاجها المواطن. مثلا في مجال الأدوية عندنا نشاط قريبا راح يكون إن شاء الله متوفر للمرضى بخصوص العلاج للأمراض المزمنة، راح نوفره، هذا اللي عادة أكثر طلب وأكثر كلفة، وحللنا قلنا احتمال أكو تأثير به على المواطن، راح نوفره بالأسعار المخفضة وفق السعر الرسمي للدولار، لأن أكو متاجرة، يعني هو يأخذ السعر الرسمي من الدولة ويروح يحسبه على الصيدليات على المواطنين بسعر آخر، وهكذا. المواد الإنشائية أيضا سوف توفر وتكون متاحة للمواطنين بسعر مخفض، وبالتالي راح نجبر كل المتلاعبين أنه ينصاع للمسار اللي رسمته الدولة، وهكذا في باقي السلع والمستلزمات. كذلك احنا نريد نعالج أس المشكلة. العراق دولة في منطقة دول مجاورة معاقبة، تعرض إلى عقوبات، يعني اليوم التجارة مع تجارة إيران بالتأكيد لا تخضع لنظام التحويل المالي عبر المصارف بحكم العقوبات الدولية. جزء من هذا التبادل التجاري ينعكس على سعر الأسعار اللي يتلاعب بها المضاربين. اليوم هناك آلية متفق عليها بين البنك المركزي العراقي ونظيره الإيراني، يصير تعامل بالتومان والدينار العراقي، وهكذا. إجراءات الحكومة والبنك المركزي مستمرة رغم المحاولات اللي البعض يأثر فيها على السوق ويحاول يبعث رسائل القلق. لله الحمد وضعنا المالي متميز، والدولة قادرة على كبح جماح أي تلاعب بالأسعار وبالإضرار بالاقتصاد الوطني. السلام عليكم. عليكم السلام. سامر يوسف، قناة الجزيرة. دولة الرئيس، أحداث غزة تشغل العالم، تنعكس على المنطقة، والعراق في وسط هذه المنطقة. شهدنا قبل أيام تصاعد في هجمات صاروخية بمسيرات على معسكرات أو قواعد لتواجد قوات تحالف القوات الأمريكية.
كيف يمكن أن تتعامل الحكومة العراقية سياسيا وأمنيا مع هذا الملف الذي ربما كان هادئا لفترة طويلة لأشهر سابقة؟ نعم. شكرا. ابتداء هذه مناسبة أن أكد موقف العراق الثابت من القضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني، وهذا كان واضح على مستوى الرسمي للحكومة في أكثر من مناسبة، والشعبي الذي يشهد تظاهرات مليونية في كل المحافظات، والسياسي على مستوى القوى السياسية، وبالتأكيد في مقدمة هذه المواقف موقف المرجعية الدينية العليا الذي كان واضحا وصريحا وقويا يتناسب مع هذه القضية وحجمها في وجدان وضمير كل العراقيين وكل الأحرار في العالم. في آخر مؤتمر تكلمنا في هذا المؤتمر كلمة العراق التي تمثل لسان حال كل العراقيين، تكلمنا بحجم العراق، بحجم هذه القضية وما تمثله لأبناء الشعب العراقي، وبنفس الوقت أيضا قمنا بدور بالحوار والتواصل مع كل الأطراف المؤثرة الدولية، ولازلنا في تواصل مستمر، تابعون حضراتكم زيارات واستقبال وفود واتصالات، كلها باتجاه أن هذه الأزمة يجب أن تتوقف، هذه الحرب المدمرة يجب أن تتوقف، عدم إيقاف هذا العمل الإجرامي من قبل الكيان الصهيوني تجاه أبناء شعبنا في غزة بالتحديد سوف يؤدي بلا أدنى شك إلى اتساع ساحة الصراع لتشمل كل المنطقة وربما كل العالم، وهذا حديثنا مباشر مع كل الأطراف الدولية. فتح الممرات الإنسانية هذا مهم جدا، وساهمنا وسوف نساهم. اليوم أيضا كان قرار لدعم الهلال الأحمر بمبلغ مالي 3 مليار دينار، احنا تبنينا إنشاء صندوق لإعمار قطاع غزة، وسوف يكون العراق من أولى الدول المساهمة في هذا الصندوق. على المستوى الأمني بالتأكيد نحن حريصون كل الحرص على الحفاظ على استقرار وأمن العراق والحفاظ على التزاماتنا، موقفنا ثابت وواضح تجاه القضية الفلسطينية، لكن مواقفنا الأخرى والاستحقاقات الأخرى للعراق كدولة مع الأصدقاء مع الشركاء، وإن كنا نختلف معهم في هذا الموقف، لكن هناك التزامات للدولة العراقية، واحد من هذه الالتزامات وجود قوات التحالف الدولي الذي تحدثنا في أكثر من مناسبة أن هذه الحكومة قطعت شوط مهم في الحوار في مستقبل وجود التحالف الدولي، وهناك لجنة مشكلة لهذا الغرض. لحين حسم هذه الأمور بالتأكيد الحكومة معنية بعلاقتها مع قوات التحالف الدولي واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية هذه الأماكن تجاه أي اعتداء من أي جهة في داخل العراق. قطعا التزامنا أيضا ثابت لحماية البعثات الدبلوماسية، وهذا في صلب واجبات الدولة والحكومة العراقية، ولا تهاون في هذا الأمر، يجوز في دول مجاورة حصلت اضطرابات واضحة طالت البعثات الدبلوماسية، لكن العراق وأجهزتنا الأمنية حاضرة في هذا الأمر. الموقف والتعبير عن الموقف اللي كنا متفقين عليه بالتأكيد لا ليس له علاقة في بعض الالتزامات للعراق ووضع اليوم في هذه المنطقة كدولة محورية مهمة تطلع بواجب ودور ريادي مطلوب لكل الأطراف أن نكون بهذه الفاعلية بهذا الالتزام تجاه الاستحقاقات اللي تتعلق بعلاقاتنا الإقليمية والدولية، سوف لا نتأخر في تنفيذها. عملنا مستمر مع كل الأطراف لإيقاف هذه المجزرة التي تنفذ من قبل سلطات الكيان الصهيوني تجاه أبناء شعبنا في غزة وباقي الأراضي المحتلة. السلام عليكم دولة رئيس الوزراء، ظفر علي من قناة الأيام الفضائية. بعد أيام وبالتحديد يوم 27 من هذا الشهر هي الذكرى الأولى لبداية عمل حكومتكم، ما هي أبرز الصعاب والتحديات اللي واجهت الحكومة وشنو هي أبرز النجاحات
طبعا أبارك لك هذا اليوم يعني بداية عمل الحكومة. طبعا وقبل نهاية حديثي دولة رئيس الوزراء عذرا، أبارك لك الكلمة الأهم والأقوى خلال اليوم قمة السلام اللي عقدت في القاهرة، اللي مثلت اليوم الموقف الشعبي والحكومي تجاه القضية الفلسطينية. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك، الله يبارك فيك. التحديات أكيد كثيرة، يعني تعرف أنا في أول يوم ذكرت أنه لن أستخدم مصطلح التركة الثقيلة حتى يكون نوع من التبرير، لأنه أعلم علم اليقين بحجم التركة وقبلت هذه المهمة. فهذه التركة في كل الملفات تحتم عليك أنه تعالجها بالشكل الصحيح، وهذا يأخذ وقت. يعني إحنا على سبيل المثال، إحنا ابتلاء بالنظام الإداري، هذا السيستم المترهل، القوانين التي لا زالت دون المستوى اللي يسمح لنا أن نخطو خطوات سريعة في اتجاه تنفيذ أهدافنا. نجي لأولوية، أولوية السكن. كنت أتمنى أن ننجز أكبر قدر ممكن من الوحدات والأراضي في وقت مبكر، لكن حتى تروح أنت تخلص الأراضي من الزراعة، من المالية، عقارات الدولة وفق القوانين والمحاضر والاستملاك والتجاوز والتصاميم والمصادقة، هذه كلها إجراءات وما عاي فيها يعني إحنا كتابنا ونترك أبد. نتابع يوميا وتشوفون المتابعة الدقيقة، داخلين بالتفاصيل، ومع ذلك نتأخر، يحتاج وقت. تجي للإصلاح، الإصلاح المالي، الإصلاح الاقتصادي. القضية هي مو قضية حكومة أو شخص متحدث، هي قضية وطن، وهي مهمة ومطلوبة من الجميع. البعض للأسف يواجه هذه العملية وكأنه مادة أو سبب حتى يوجه اتهام أو نقد أو يثبت إشكال على الحكومة. هذا الحديث اللي تحدثنا عنه في قضية الوضع المالي، جزء من الإضرار بالمؤسسة المالية للأسف تحملناه من بعض اللي يطلع وينصب نفسه محلل اقتصادي مالي وهو ما يدري، يسيء للمؤسسة ويؤدي إلى إحداث قلق في الشارع العراقي. هذا عائق، من يتم طعن المؤسسة المالية، من يتم تخوين هذا الموظف أو ذاك بحجة حرية الرأي، من يصير الحديث عن معلومات ما لها وجود. يعني رغم أنه أنا قليل المتابعة أخذ التقرير من المكتب الإعلامي، لكن للأسف بعض المعلومات من أطلع عليها حديث ما له أي وجود، شوفه يبنى عليها، وهذا يأثر على المسؤول، يأثر على الوزير، يأثر على المدير العام في تأدية واجباته. احنا اليوم نحتاج الرأي العام، نحتاج النقد المهني البناء، بالعكس هذا مهم، لكن ايضا نحتاج ترويج السياسات اللي تتعلق بخدمة الوطن، بخدمة الدولة، ببنائها بالشكل الصحيح. هذا اللي نحتاجه. انجازاتنا بالتأكيد يحتاج لها من الوقت الطويل. اعدكم ان هناك لقاءات، مؤتمرات، وأيضا عرض تفصيلي بالأرقام سوف يكون متاح أمام كل وسائل الإعلام. علي عبد الكريم من قناة دجلة الفضائية، نسأل عن تشكيل صندوق التنمية، متى تبدأ مشاريعه ومن أين ستبدأ؟ نعم، هذا واحد من المشاريع المهمة اللي أنا متبنيها منذ زمان، ما أبالغ إذا أقول من 2018. حتى يدخل حيز التنفيذ بالتأكيد يحتاج أنه قانون، دخلنا في قانون الموازنة للسرعة، عدينا نظام صادق عليه مجلس الوزراء، ومن ثم عقدنا الجلسة الأولى، اليوم صوتنا على المدير التنفيذي اللي حتى يكتمل الهيكل الإداري. هذا واحد من المشاريع التي نرى أنها تمثل بارقة أمل لإصلاح الوضع الاقتصادي في العراق، فلسفة إدارة الاقتصاد وإدارة الدولة.
هذا الصندوق سبق وأن تحدثت هنا في أكثر من مناسبة أنه سوف يعتمد على القطاع الخاص. الصندوق ما له علاقة بالتعاقدات حكومية أو عقود، وإنما يهيئ الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص ويشتري الخدمة. أول مشروع راح يكون مشروع بناء المدارس ضمن صندوق التعليم. سوف نبدأ بالمباشرة ببناء مدارس، ما العدد بعدنا، أريد نثبت أعداد الأراضي الجاهزة حتى نعلن العدد، هو بالتأكيد يتجاوز 1000 مدرسة دفعة واحدة من خلال القطاع الخاص وفق موديل اقتصادي سوف يتفق به مع المستثمر الذي سوف يستمر بتوفير صيانة المدرسة وتهيئة كل مستلزمات، لأنه في ظل الخطط اللي موجودة للدولة يحتاج لنا كذا سنة مع استمرار النمو اللي ما يمكننا من تغطية الحاجة الفعلية اللي تجاوزت أكثر من 8000 مدرسة في عموم المحافظات. باقي الصناديق التخصصية اللي متفرعة من صندوق التنمية سوف تأتي تباعاً، وأهمها صندوق السكن والصناعة والبيئة وكذلك باقي القطاعات. هناك تفاهمات أولية مع صناديق استثمارية، الصندوق الاستثماري السعودي وباقي الدول أيضا في طور إعداد مشاريع مشتركة. السلام عليكم. بيستون السلام من فضائية كورسات. سؤالي من شقين: أين وصلت مراحل التفاهمات بين حكومة الاتحادية وحكومة الإقليم حول الرواتب الثلاثة المتأخرة غير القروض أشهر الثلاثة، وخصوصا هناك إضراب من موظفين إقليم؟ الشق الثاني: متى سيتم استئناف تصدير النفط الإقليم عن طريق الجارة تركيا، وخاصة بعد التأكيد الدولتين العراق وتركيا على إتمام كل شيء؟ شكرا. شكرا جزيلا. على ضوء قرار مجلس الوزراء بخصوص القرض 2 تريليون و100 مليار لتوزيع الرواتب خلال هذه الأشهر، في شهر 12 راح يكون تسوية على ضوء الإنفاق العام للموازنة، ومن ثم يتم تحديد حصة إقليم كردستان من هذا الإنفاق 12.67%، وتحصل هذه التسوية وتغطي كل الاستحقاق اللي موجود. طبعا هذا القرار مشروط بتدقيق أعداد الموظفين. اليوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية في إقليم كردستان قدم لنا تقرير في ملاحظات، صدر توجيه من مجلس الوزراء اليوم في هذه الجلسة للجنة الحكومية ولجنة الإقليم لعقد اجتماع لمعالجة الملاحظات المذكورة في التقرير. استئناف تصدير النفط أعلن الجانب التركي استعداده، وأيضا احنا أعلننا عن استعدادنا، لكن الشركات المنتجة، الشركات النفطية في الإقليم لديها تفاوض مع الحكومة الاتحادية بشأن العقود وكلف الإنتاج التي ثبتت في قانون الموازنة والتي لا تتناسب مع الكلف الحقيقية وفق العقود المبرمة بين هذه الشركات وحكومة الإقليم. هذه الجزئية إذا لم يتم حسمها سوف تتأخر هذه الشركات في الإنتاج. في حال حسم هذا الموضوع والاتفاق عليه، أبلغتنا الشركات أنه خلال 30 يوم ممكن أن تستأنف الإنتاج ومن ثم التصدير. مساء الخير دولة الرئيس. مصطفى صقر، مراسل قناة الأولى. هناك معلومات تشير إلى وجود قرارات جديدة بملف الجباية بقطع الكهرباء، ما هذه القرارات وأيضا ما تأثيرها على المواطن؟ شكرا. السيد وزير الكهرباء يتفضل. طبعا هذا الموضوع هو جزء من سياسة الحكومة في الإصلاح الاقتصادي. يمكن الحديث عن الجباية في قطاع الكهرباء حديث حساس، لأنه المواطن يتساءل وين هي الكهرباء حتى تريدون جباية من عندنا يا حكومة. فبقت كل الحكومات السابقة مترددة في حسم هذا الموضوع بين التأخير في تنفيذ المشاريع حتى نوفر كهرباء للمواطن، وبين هذا الاعتراض المنطقي،
وأيضا حصلت تجارب ومحاولات في الحكومات السابقة، قسم منعتها لا زالت في بعض المناطق. في بغداد أكو جباية وأكو استقرار، حيث المواطنين في المناطق المجاورة ليش ما تسوون جباية مثل هذه المنطقة؟ احنا انطينا الوقت الكافي لدراسة هذا الملف، لأنه بصراحة ما نستطيع كحكومة أن نغطي احتياجات قطاع الكهرباء بدون جباية. جزء من العجز المالي أكو استحقاقات في أكثر من ملف. تتذكرون من يصير قانون موازنة الكل يتحدث شنو سبب هذا العجز، وين إجراءات الدولة والحكومة بشأن هذا العجز والتخفيض. واحد من عنده الكهرباء بالأرقام، وقاعد تصاعد يتصاعد هذا الرقم في شراء الكهرباء، في شراء الغاز، الوقود، المشتقات النفطية يمكن راح نستغني عن الشراء بعد. هذا واحد من منجزات الحكومة، أنه استغنينا عن شراء المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء وهكذا. فكان هناك دراسة مستفيضة، أترك المجال للسيد الوزير يتحدث في الجانب الفني والذي يتعلق بهذا الموضوع. لكن من حيث المبدأ أن الحكومة جادة في تنفيذ هذا المشروع بالشكل الذي لا يرهق كاهل الفئات المحدودة الدخل، يعني وضعنا آلية وسياسة تحافظ على هذه الفئات الفقيرة في مسألة أجور الكهرباء. قطعا يحتاج رأي عام، وهنا أرجع للتحديات، مرة نطلع ونستفيد منها هذه الموضوع نضرب بالحكومة والوزارة وسين أو صاد من المسؤولين، ممكن في ظل هذا الفضاء الوطني. مرة لا، احنا نريد الأصوات الوطنية، وهذه خدمة في كل دول العالم، ماكو خدمة بدون مقابل. وعامل أساسي ومهم في ترشيد الطاقة الكهربائية وتوفيرها هو راح يكون موضوع الجباية. سيد الوزير اعطينا فكرة لإخوانك الإعلاميين. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا دولة الرئيس. بعد دراسة مستفيضة لواقع حال المنظومة العراقية، بعد قراءتنا للأحمال والأرقام المتوقعة للأيام القادمة، أنجزنا اليوم الدراسة الكاملة لمشروع التحول الذكي. هذا المشروع اللي راح نعمل على تحول منظومات الكهربائية ابتداء من المقاييس السكنية إلى الفيدرات الرئيسية إلى المحطات الثانوية وصولاً لمحطات الإنتاج. راح نبدأ نعمل على تحويل شبكة الكهربائية بالكامل إلى منظومات ذكية، راح تجنب المواطن كثير من الإشكالات السابقة. هذا المشروع راح يطرح للمرحلة الأولى من عنده، راح يطرح لعشر مناطق، العشر مناطق عشر قطاعات، العشر مناطق أو قطاعات تشمل الحالة الواحدة 50,000 مشترك في أكثر من محافظة في مناطق مختلفة من العراق ابتداء من الشمال إلى الجنوب. 50,000 مشترك راح تعطى أولوية في التجهيز، وراح نعمل على تحول كامل الشبكة إلى شبكة ذكية. أولاً راح نسهم باستقرار أكبر بتجهيز الطاقة الكهربائية لهذه القطاعات ولهذه المناطق في المحافظات، واثنين راح نجنب المواطن مشاكل كثيرة كان يعاني منها سابقاً من ناحية القراءة والتعامل، ونقلل من قضايا الفساد اللي تتعلق بالتماس المباشر ما بين قارئ المقياس من جهة وما بين المواطن من جهة، وما بين معاناة المواطن من ظهور قوائم خاطئة، قراءات خاطئة، قوائم مرتفعة. اليوم راح نتحول بشكل كامل إلى منظومات ذكية. هذا المقياس هو اللي راح يقرأ إلكتروني بدون تدخلات بشرية، وراح ينقل لحظة بلحظة القراءة إلى مركز نظم مركزي راح يكون في مقر الوزارة، راح يتعامل ويا القراءات بشكل إلكتروني بعيد عن التدخلات البشرية، بعيد عن احتمالية الخطأ بإدخال البيانات. نقطة رقم واحد. نقطة رقم اثنين، إذن راح يكون المواطن بتماس مباشر ويعني وضوح ووصول سريع لمواقعنا الإلكترونية، وراح يقدر يتصل ويشوف مباشر
قوائمه وقراءاته وأحماله، وراح يقدر يدفع دفع إلكتروني بدون ما يلجأ لتسليم أمواله لشخص قد تكون هاي الأموال ما توصل للنقطة للشخص الصحيح. النقطة الثالثة الأهم أنه إحنا راح نشهد تحول واستقرار كبير بالطاقة المجهزة لهذه المناطق، وراح تعتبر نموذج أولي لاستقرار 24 ساعة للمناطق اللي راح نشملها. خلينا مقاييس كبيرة على مستوى تقديم الخدمة. قد يعاني بعض المواطنين أنه تأخر تصليح العطل، لأن بهذا التطبيق الجديد بهذا البرنامج الجديد راح نخلي وقت محدد لإصلاح كل عطل يعني يبلغ عنه المواطن وفق كل منظومات إلكترونية حديثة. نعم نحتاج كوزارة كهرباء تعظيم الإيرادات. معدلات الجباية الحالية لا ترتقي للمستوى الصحيح. التجربة اللي طرحناها نتأمل من عدها أن نرتفع بمعدلات القراءة أولا. اليوم احنا نشهد ضياع بالطاقة المجهزة. مثل ما تفضل دولة رئيس الوزراء، احنا ما راح نستهدف الأحمال السكنية القليلة، لكن بمنتهى الصراحة اللي تعلمنا عليها بهاي الحكومة، احنا عندنا أحمال ذات استهلاك عالي جدا جاي نعاني من السيطرة على هذه الأحمال، وأكو هدر كبير، أكو سرقات بالطاقة الكهربائية، جاي نكتشف يومياً أكو أحمال لمولات ومحلات تجارية هي بها تجاوز على المقياس. منظومات الذكية راح تشخص بكل دقة أي تجاوز على المقياس، راح يشخص مستوى التجاوز. سابقاً كانت المنطقة كلها تجاوز اللي على المقياس كان أحمال عالية تتجاوز على الطاقة الكهربائية يدفع ثمنها الفقير. اليوم راح نشخص هذا المول متجاوز، ناخذ اجراء بي. هذه الدراسة راح تخضع لإشراف ومراقبة من شركات عالمية رصينة. منظومات السيطرة الرئيسية اللي راح تكون في مقر الوزارة، اتخذ مجلس الوزراء اليوم قرار وخول الوزارة بالذهاب مع كبار الشركات العالمية لإنشاء هذه المنظومة اللي راح تنقل المعلومات وتصدر الفواتير، تتعامل مع حركة المبالغ وفق يعني سرية عالية. شكرا. احنا مستهدفين 500,000 هون. نعم. 500,000 مشترك يعني 10% من اصل 5 مليون. ليش؟ لانه راح نلتزم نوفر الطاقة الكهربائية لل 10% 500,000 24 ساعة. هذا على ضوء انتاجنا، يعني كل ما يصعد الانتاج اللي عندنا نتقدم على باقي النسبة من أو الأعداد من المشتركين، حتى إن شاء الله تعمم التجربة على كل العراق. شكرا جزيلا لكم.